فاكر انا صيحك وتربيتك ضحكك معايا وحواديتك ضحكك معايا وحواديتك وصلتنا على النبي يا رب دايما تعيشيني انت النيابة بتدعيلي على طول في همي بتشيلي وعلي الطبطابي فاكر انا صيحك وتربيتك ضحكك معايا وحواديتك ضحكك معايا وحواديتك وصلتنا على النبي لم تكن المرأة في أي وقت ضيفة شرف كانت دايما لها دور في المواقف في مقدمة الصفوف في ثورة يناير كانت موجودة بقوة ولم تتراجع رغم الرصاص ودخان الأنابل كانت هي أم الشهيد وأخت المصاب وأجمل وردة اتفتحت في جناين مصر النهاردة في عيد الأم معانا نجمة جميلة وممثلة مطربة من جيل الشباب غنت للوطن والإنسانية والحب والنهاردة هتغني في عيد الأم فنانة لقاء سويدان اهلا بيكي اهلا بيك يا عمرو سعيد جدا بوجودك لقاء ميرسي جدا معانا على الرقه الاستاذ امير مصطفى استاذ امير اهلا بيك وعلى العود الاستاذ ايهاب زكريا اهلا وسهلا نورتونا الاغنيه دي جميله عن الام انت عاملاها مخصوص لعيد الام عاملاها مخصوص عن الام وان تتعرض في عيد الام هي فكرتي وكان نفسي قوي اعمل حاجه عن الام حاجه للام حديثه يعني ورحت الاستاذ محمود طلعت هو الملحن وموزع واتكلمنا مع حسن عطية الشاعر اللي كتب الكلمات وابتدينا نعمل بقى يعني ابتدوا هم يشتغلوا بصراحة وكان أهم حاجة عندنا إن احنا نعمل حاجة بسيطة قوي كلام بيقوله أي حد في الشارع يعني أي حد مر بيه وحس وعاش بيه ولحن طبعا هادي وبسيط زي ما انت شايف ممكن الناس كلها تحفظه بسهولة وبعدين بقى دخلنا في مسألة التصوير من زمان احنا ما سمعناش حاجة عن الأم يعني ما أو ما سمعناش إن في مطربة بتعمل اغنيه مخصوص للام بالظبط بقالنا فتره الحقيقه مظبوط لانه هي ملهاش عائد يعني ما بيجيش من وراها عائد مادي هي اغنيه مناسبه مش هتتعرض كتير الا في المناسبه بتاعتها او اذا اي حد بقى واخده حنين او عنده موقف انساني حابب انه يسمع حاجه عن امه او حابب انه يعمل حاجه لامه ناس كتير ما بتتشجعش على الموضوع ده لكن انا حاسه ان الام اكبر واهم واعمق وتحتاج يعني اغاني وافلام عنها صحيح صحيح اسمحي لي بس انا عايز انوه على حاجه قبل ما اكمل حواري مع ضيوفي الاعزاء ان حق الرد مكفول لجميع الساده المحترمين اللي ذكر اسمائهم في حواري مع المستشار مرتضى منصور لهم حق الرد مكفول جميعا فاي حد يريد ان يرد اهلا وسهلا حق الرد مكفول تماما من هؤلاء الساده الافاضل الذين نكن لهم كل تقدير واحترام قضاه ومستشارين ومحامين وشخصيات عامه. طيب احنا النهارده عايزين بقى نسمع حاجه من لقاء عن يعني غير الاغنيه نسمع حاجه بقى نسمع ست الحبايب مثلا نسمع ست الحبايب ايه رايكم؟ اتفضل ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة الهم بدالي زمان
زمن سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي تحملي الهم بدالي انا موت سهري وتباتي تشقري انا موت سهري وتباتي تفكري وتصحي من الاذان وتيجي تشقري يا ربي خليكي يا امي يا ست الحبايب يا حبيبه يا حبيبه وحبيبه ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي يا حنينه وكل طيبه يا ربي خليكي يا امي يا ربي خليكي يا امي ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. الله جميل جميل جميل. وتبقى أغنية ست الحبايب دي هي هي الشعار، يعني زي ما الراحلين العظيمين مصطفى علي أمين هم اللي ابتدعوا عيد الأم، أصبحت أغنية الست فايزة أحمد دي هي الأغنية العنوان الرئيسي لعيد الأم. بالضبط. وده سبب على فكره من الاسباب الرئيسيه اللي خلاني احب ان انا اعمل اغنيه عن الام. لانه ارتبطت في اذهاننا كلنا، ومفيش اي اغنيه في العصر الحديث بتغنيها ست لامها. وبرضو اظن بنتي كانت معاكي في الاغنيه. جومانا بنتي هي البنوته الاكبر، هي اللي كانت بتصور معايا وهي اللي غنت الكوبليه الاخير كمان في الاغنيه دي، اول مره في حياتها بتعمل التجربه دي يعني. وهي سبب اساسي برضو ان انا افكر اصلا اعمل حاجه عن الام. لما خلفت وحسيت بالامومه وقد ايه الام بتتعب وبتضحي وبتتعذب وبتستعمل حاجات كتير قوي علشان ولادها، حسيت اكتر واكتر باهميه امي وباهميه طبعا كل الامهات. ربنا يخليهم كلهم يا رب، يا رب. ويبارك لنا فيهم. هنسمع ايه؟ هتسمعينا ايه على طول كده؟ طب بص بقى يا عمرو، بمناسبه الامهات برضو انا يعني في حاجه يعني بتبقى كده في قلبي للامهات اللي بيبقوا مثلا في دار مسنين او في مستشفيات او بيبقى اولادهم مسافرين وبيكسلوا او يعني ما بيقدروش يروحوا لهم، او مش مسافرين موجودين بس يعني، او يعني ما بيروحوا لهمش، ما بيسالوش عنهم فترات طويله جدا جدا. فدي حاجه بتتعبني قوي، واتمنى يعني ان كل الناس يتعبوا للام زي ما الام تعبت كتير علشانهم وحست بيهم. فانا حجاني حاجه الفيروز، انا بعتبر ان انا يعني بهديها للامهات اللي بتقولها لاولادها عشان يجوا يزوروها. اتفضل. تنسوني بالمرة
عيني عاللي مالوش حد طول عمره يقاسي الوحد تنزل حد الحقيقه يعني انت يمكن بحس ان يعني النهارده احساسي بكده الحقيقه انك انت يعني يمكن كتير ما يعرفوش ان اللقاء يعني بدايتها زمان بدات في رأفت الحجان مظبوط؟ لا في قبلها فوق وهي فوق وهي وبعدين جرس الفسحه ضرب ضرب مع سعاد حسني وبعدين رأفت الحجان وبعدين هو وهي وبعدين ما يعرفوش ايه تاني لا كتير اكيد فواضح انك انت وطبعا حرم الفنان الكبير حسين فهمي طبعا ده اكيد يعني لكن الحقيقه انا حاسس النهارده انك انت دخلتي في منظومه الفنانه الشامله يعني انك انت بقيتي بتمثلي وبتغني وبتمثلي صباح صباح نيلي الناس اللي كانت بتغني كويس قوي وبتمثل كويس قوي وتقدر تعمل استعراضات او حتى كمان بس يعني تقدر تغني كويس وتمثل بنفس القدره. انا درست في الكونسرفاتوار غنى وبعد كده دخلت فنون مسرحيه درست تمثيل وبعدين عملت دراسات عليا في حاجتين اللي هم اخراج المسرح والموسيقى الاثنين مع بعض. فحلم حياتي ان انا اتصنع في مشاريع مستقبليه وشغلك مع الفنان حسين فهمي اخباره ايه؟ والله هل انتوا بتبقوا حريصين تكونوا مع بعض؟ لا مش شرط. حسين اشتغل حوالي سنتين او يمكن ثلاث مسلسلات من غيري وانا كمان اشتغلت عملت ضيفة شرف وعملت كذا مسلسل برضو من غيره والسنه دي بعمل مسلسلين من غيره. هما بس الناس ربطونا في بعض من ساعه الجواز ان احنا على طول بنشتغل مع بعض. هو صدفه في قاتل بالاجر جالي دور حلو قوي بعتتهولي مدام رباب حسين كان معاه. الناس كلها فاكره ان هو اللي رشحني بس مدام رباب هي اللي كلمتني. ولو جات لي فرصه كويسه ليه لا؟ ده يعني نجم الناس كلها بتحلم تشتغل معاه انا ادي لي فرصه واقول لا برضه. وكان فتى احلام كل البنات والله عايز اقول لك ولا زال ولا زال حتى الاطفال الصغيرين يعني. فنان جميل وعظيم احنا كلنا بنحبه ونحترمه. وبمناسبه عيد ميلاده بكره بقول له كل سنه وانت طيب. طيب احنا ممكن نختم حوارنا بايه؟ نختم حوارنا باغنيه من الالبوم بتاعي ممكن؟ اتفضل. هي مش عن الام. اتفضل. ولا يوم من ايامك ولا ليلة من ليالي كل كلمة من كلامك بتفكرني يا غالي بي ولا يوم من ايامك ولا ليلة من ليالي كل كلمة من كلامك بتفكرني يا غالي بي كل مكان يا حبيبي بروح وبيسأل قلبي وعيني عليك حتى القلب في عز جروحه ناسي ألمه وحاسس بيك كل مكان يا حبيبي بروح وبيسأل قلبي وعيني عليك حتى القلب في عز جروحه ناسي ألم وحاسس بيك ولا يوم من أيامك ولا ليلة من ليالي
فكرني يا غالي. جميلة الأغنية، جميلة. مين الكلمات؟ كلمات الأستاذ حسن عطية وألحان ناصر فخري. الكلمات جميلة، كلمات جميلة والألحان جميلة. وأنا سعيد بوجودك النهاردة معانا. والله أنا كمان طيبة وأشكركم جدا، تنورتونا وسعداء جدا بيكم، وأتمنى لك دايما كل التوفيق. ميرسي يا عمر، كلك ذوق، متشكرة قوي قوي. ميرسي جدا. بعد الفاصل ماما نعم الباز معانا النهاردة، منورنا في 90 دقيقة، وبعد كده العالم الجليل الشيخ رمضان عبد المعز هينورنا للحديث عن الأمة في الإسلام. أرجوكم تابعونا.